شويه، ونظن سلسله تاع النتائج الايجابيه اللي تاعنا اليوم توقفت مع فريق عين بليد. نظن الفريق راح نعاودوا ننساو مقابله عين بليد، راح نركزوا على المقابله تاع بارادو ان شاء الله يوم الثلاثاء. شوف يعني من الفريق انا يعني من البرمجه شويه مكثر المباريات خصوصا بالسفريه بالعباس. صحيح لعبنا يعني مقابلات دوكا 8 مقابلات ورا بعضها نلعبوا في قسنطينه، يعني خارجين داخلين كل 3 ايام مقابله واثرت علينا شويه، مي اليوم ما نديروش يعني الاسباب ولا الاعذار. اليوم الفريق تاعنا ثاني نقولها بكل صراحه في الشوط الاول كان خارج الاطار، في الشوط الثاني عاود استرجع زمام الامور. من الاستفاقه تاعنا كانت في الربع ساعه الاخيره، كانت يعني شويه متاخره، والفريق تاعنا ثاني ماشي ديما يربح. هذه كره قدم فيها تعادل فيها خساره، تمنينا اليوم نضيفوا ثلث النقاط للراسي تاعنا باه يخليونا نبقاو ديما في البوديوم. مي معليش انا دخلت الغرفه ديال الملابس وهنيت اللاعبين تاعنا مهما التعادل، لان المقابله انتهت بالتعادل. احنا عندنا مقابله رايحين نعاودوا نلعبوا يوم الثلاثاء، لازم نعاودوا نسترجعوا الانفاس تاعنا ونركزوا على المقابله تاع بارادو. شوف يعني التحكيم اليوم اثر خصوصا بخصوص اللاعب. ما تكلمش على التحكيم انا باسكو التحكيم نخليه الاختصاص تاع التحكيم. الحكم اليوم ادى مقابله، كاين ناس الاختصاص تاع التحكيم تكلم عليه. بخصوص ارضيه الميدان ما كانش امكانيه. ارضيه يعني اثرت على اللاعبين واشتكوا منها خاصه في الشوط الاول، عاد ما كانش لي زابوي ما كانش للتيران يعني كان صعيبه بزاف. نظن ان شاء الله نلقاو مشكل الارضيه هذا ان شاء الله، خاصه انا باك في فصل الشتاء نعانيو منها بزاف. ما كانش حل بديل. كل مومون ما كانش حل بديل. مشكل الانصار تاعنا عارفين باللي ثاني اللاعبين تاعنا داروا مجهودات كبيره طيله 13 مقابله متتاليه. نظن اليوم تعال ترجع اليوم من مش راح ياثر علينا. هذه هي كره قدم، ما تقدرش كل يوم فريق يكون في يوم. نظن النقطة هذه راح تاع التعادل هذه راح المقابلة هذه راح ننساوها، راح نركزوا على المقابلة تاع بارادو ان شاء الله. بعد فوز فريق بارادو اليوم الفريق غادر يعني البوديوم ان شاء الله القسم تاعنا، وش غادي تشهدوا القسم تاعنا في الباقي من الاسبوع؟ احنا قلنا احنا نلعبوا على البوديوم، هذا شيء الفروغ منه. احنا نلعبوا على البوديوم، احنا اثرت علينا نقولها بكل صراحة، اثرت علينا شوية النتائج تاع مرحلة الذهاب وين خسرنا نقاط كبيرة في ميداننا. في مرحلة العودة عاودنا استرجعنا يعني النقاط، بداية من المقابلة الأخيرة مع شباب القبائل والفريق في سلسلة نتائج. لعبنا 4 مقابلات في مرحلة العودة، فزنا ب4 مش بالشيء سهل ثاني، وتعادلنا في ميداننا اليوم. هذه كرة قدم، لازم تقبلوا الربح وتقبلوا الخسارة. بارك الله فيك. شكرا.